بابا عدنانية نمر للسوق تتأخر؟ وشكوا بالسوق أكثر من اللي وعد بيه الرجال. نشتري ملابس السعاد مو إلي. بعدين شنو اللي وعد بيه الرجال؟ تعرفون أني هسه وين رايح؟ وين يعني؟ تعرفون هاي المفاتيح مالش؟ مال المختبر غير؟ عمر جديد انكتب لأبوكم. مختبر وصل وفرع. أتمنى فيناتكم تجون تساعدوا بيبي. كلنا الخير هذا الرجال اللي انتم مرضيتوا. والظلم تورط ويا بابا؟ بابا تدريني ايش قال؟ قال احنا حتى لو ما صارت قسمه نبقى شراكه. انا بفلوسي وانت بعملك. هاي الناس يا بناتي مو طالب عريان جوعان ياخذ مصروفه من اهله. الحليم ما يحتاج لعصر. شفتي؟ كان معاد صار مؤيد. عزيزتي، أبوك هذا بده يشتري حياته مثل ما أخوك بده يشتري مستقبله. وإحنا ندفع الثمن. المصالح لها حوبة عزيزتي. هذا زمانها يا ميعاد. الله بالخير. الله بالخير عيني. الله بالخير. لي وين عيوني؟ عيني ورا نقطة تفتيش راشدية. ها؟ بس لهناك ما اروح. قلبي مو احنا عندنا مريض الله يخليك. ومستعجلين واحنا راح ننطق دبل. يلا خيي. اي والله في الوقت. الله يسعدك خالي. هلا اهلا. هلا 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 مرحبا خالي. منذر وين؟ خير بالكلية. رحمة علي ما موجود. وين تعتقد؟ والله ما ادري. زين اجى احد سال علي هنا؟ بس تليفون اجى عليه وطلع. ما قال لك وين؟ لا ليش؟ هيك محتاجين شغله. يلا في مالك. يلا في مالك. خالد بلا زحمة أخاف يجي. لا تقول له بلال سأل عليك. زين زين. Thank you.
عليك كروت تاخذ حسب الاصول بس انزل يلا انت كل عقلك انزل من سيارتي شلون حلو هذا مسلف جيد جنابكم اذا ما يعجبك اقص لك دماغك هذا على الجامعة الأمامية تمت؟ يوم عودين نزل عندكم الله ترى انا رجال بسيط على قد حالي ابو علج احسب لنا الثلاثة وفرش لنا راسه يلا الواحد عندكم منزل؟ اثنين يلا انزل بسرعة تعال تعال هاتاك كروت زين ترى احنا بنات الحق يلا افتح مشي اليوم بالوقت الساعة 9 عازمكم على عزيمة تقوي قلوبكم اليوم الملحمة زين؟ وردة باوع خابرني على الرقم اللي عندك إذا حصلت على شيء من أخوك بلال شو حصل؟ يعني إيش يخططون؟ إيش يفكرون؟ ما يصير واحد بيتهم غرفة عمليات وما يعرف إيش حكومة ده يلا مع السلامة يلا روح عارف فهميني انت قاعد تحكين وياه وتشوفيه وتقعدين وياه فهميني هذا نائل منو والجاب عليه منو قال لك هو بعدين طلاب وصوا بي طلاب ليش هو نائل مجرم بلال شنو مجرم هذا ولد مشتبه به ابوه انقتل بحادث سياره قبل ما ينقتل كانوا اكو ثلاثه يهددوه احنا نعتقد هذا الولد نائل الى صله بيهم انا ما اعرف شنو القضيه ما اعرف منذر 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 أبوياك منذر أبوياك وين نائل؟ نائل منو؟ نائل الولد اللي جيت هنا للبيت وبعدين شغلت بالعمل مال أخوك وين؟ جنب مره هسه لا اسوي لك فرجه ليز ولا اسوي لك فرجه نعم وين نعم وين نعم يا ولد العالم انت مو خايف اليوم طلعها روحك كذا من كلي نعم وين نعم ابني ربا خبرتي اي امي خبرت ليش اليمن اليمن الاخو يذبح اخوه راح انهزم فلت قرت عينك انهزم عدوك انهزم كتال ابوك يوم الله يخليك انت ما تفهمين القضيه شنو شريد اعرف اكثر من اللي سويته اجيت علي منك محتهم عبالك تطلبه بثار ولا كان اخوك نازل من ظهر ابوك يوم اسكت ما الك اي كلمه وياي عندك ابو اخو كبير وهم يتفاهمون وياهم
ليش؟ ايش دعوه؟ صار هاي كل من ياخذ وظيفه كبيره بالحكومه هيك يصير يبقى على اهله، يصير كابوس على قلوبهم، يتفرعن عليهم. ليش بلال؟ بلال بعد ما طحنا وقعنا برقبتك، ليش يمه؟ بعد ما وقعنا وصرت لنا تشوى وشيال، بعد ما تهجونا ولفينا بدارك، ليش؟ ليش بلال؟ ليش يمه؟ يوم اسمعني اسمعني ما خليك. أنا ما أريد أذي المنذر. أنا دا أسأل على ولد جابر البيت. عندنا شبه بي إنه إله علاقة بقتل أبوه. فدا أستجوبه. أنا بدا أتهمل الولد. بس منذر من يشوفني يصير عصبي رأساً طق روحه. إي من ضغطك عليه. بلال هو هذا منذر اللي ربيته على شتافك. لا أنت بلال اللي جبت. بلال هذا منذر اللي كان سلوت قلبك يوم من الأيام. كان روحك من الدنيا. كان ابنك اللي بعده ما جاي للدنيا. كان اخوك وابوك وسلوة قلبك. ليش هيك تسوي بي؟ ليش؟ خاف من ربك بلال. يوم يوم ابعد ايدك عني. السلام عليكم. سلام عليكم. هاي السيارة بقيمكم. شنو؟ هاي السيارة بقيمكم. خوات محمد صار يومين الشرطة قاعد تفتر بالمنطقة. أني وسعد خاتلين هنا قارسين. مدى نقدر نطلع أغراض ونبيع بالسوق بهاي السيارة الجيب. أني شو العلاقة بغراض الجيب؟ أنا أريد هاي السيارة بقيمكم وسعد يوصلني بالجيب. عيني محمد مو أني صاحبكم. أني منكم وبيكم. مصلحتي من مصلحتكم. زين يابا مو هاي حكومة يا عيني. تالي يعني؟ تالي تاخذ سيارتك وتروح. أنا أريد أصفي بقايا السيارات اللي جبتوا لي إياها وجابوها غيركم. يعني هذا نص كلامك. أشو أنت تنصنص علي؟ شو القضية؟ لا تدور اعترافات من عندي؟ لا افتهم قصدي. حتى لا أكون فضولي أني لازم أقول له سيف شنو؟ أوه ابتليت بيكم سيف؟ الزم. يلا سعد. هاك بابا هاك. روح وصله. ان شاء الله ان شاء الله ابو ايوب تتدلل انت. مرحبا. اهلا اهلا ابن عاد اهلا. اشتي اقعد يا بنيتي. ميعاد ابو مهيوب كلف ست امتثال وقالها اشتري كل ما تتمناه. ميعاد منو؟ العفو ست امتثال مترجمه وماجستير بالتصميم ورسامه بالشركه عندها فالذوق عالي فكلفتها وهي اختارتها. تفضل تحيه. اقول ميعاد لا لا خليها تحكي. أنا بنفسي أريد أسمعها واللي بنفسها يصير. أقول أنت ليش ما تخطبها لست امتثال وتريح بالك؟ أعتقد
لا ذوقي ولا ثقافتي ولا حتى خبرتي في يوم من الايام تلاقي مستوى تفكيرك. احنا اختارينا وقلنا كلمة، بعدين ست امتثال مو صغيرة، كبيرة، وما شاء الله مو مثل هيك حسن. اتصور احنا حكينا بهذا الموضوع كلش هواية، اجيت مرة ومرتين وعرفت موقفي، بس الظاهر انت بعدك مصمم. احكي، انا استمع. مخاف حكي يزعل. وعلى وش يزعل عيوني؟ اذا مو انت اخويا حكمت ابويا يزعل. لا احنا ما راح نزعل. من الكفيل؟ قال الكفيل اذا زعلوا الجماعه وعود مسحيها بوجهي. هو انا هم راح امسحها. نعم ابو مهيوب، قل لي ما عندك عزه نفس؟ كرامة كبرياء ما عندك؟ اي وش جاب عزة النفس والكرامة والكبرياء للخطبة اللي على سنة الله ورسوله؟ ما دام احنا بدنا نخطب بوصول، شنو اللي يجرح الكرامة والكبرياء؟ ها عيني؟ إذا الخطبها ما تريدك، ما لها نفس فيك، ما تقلبك، إذا الخطبها اكو شاب رايدها وبسنها وطالبها من أهلها. بس شو أسوي؟ أنت تفهم وما تفهم، تعرف وتعرف. تسمع وتغلس استاذ جليل. حكمة، انتو جايبيني بيتكم حتى انهان؟ ما عاش اللي يهينك ابو مهيوب. وظهرها افصمن. ايش تفصم ظهرها؟ انا بعدني ما رافع الرايه. هيك نمره اريدها. تعجبني البنت الشجاعه اللي عندها جرعه بالكلام. لا عاد من ناحيه الجرعات راح تاخذ مني هوايه جرعات. ما دامك مصر تبرطل ابويا واخويا حتى تقبضني منهم. وانت علش عصبية عزيزتي؟ انا مثل الجمل، اصبر شقد ما طول المسافة، ما اغضب ولا احقد، وش وقت هالقسمة مناوية تصير تصير. مناوية انوي؟ ما اريدك ابويا. وهسه اسلمك بيد اهلك، ومع الاسف اقول ما كان انا هذا املي يا حكمة وانت يا ابو حكمة. انهان؟ وعلى ويش؟ قعد نسوان؟ فوق هذا انا مستعد اقلب صفحه واقول ما يخالف بعدها بنيه صغيره وخل تتدلل. اني اقتلها اذا ما تنفذ كلمتنا. عيب يا ميعاد، عيب يا بنتي. هاي تالي عمري؟ هاي بدل ما تخضبين شيباتي بالحنه تخضبيها بالطين؟ اني ما خلطتك حتى توطين راسي، ولا ربيتك حتى تخالفين مشورتي. أنا لساني بعد ما يدق بلسانك، ولا أقول عندي بنية وأتباهى بيها. هاي حبة المختبر تقول هيك بابا. هس، اسكتي! ايش ما اسكت؟ أنت لازم تسكتي. شنو؟ أنت شايفة نفسك؟ امشي، امشي ميعاد روحي، هذا الزواج ما يصير، أقتل نفسي، أموت نفسي ولا يصير. هسا أنا أعرفكم تعالجون وضعكم بنفسكم. حكمت؟ أختك هسه خشت بمخي. هيك وحدة تتعجرف يعجبني أكسر خشمها. زوجوا لي إياها ولو ليلة وحدة، ليلة وحدة وأنا ربيها إذا أنتم ما بيكون خير تربوها. هاي شنو من الجديد؟ شنو ما بينا خير؟ إحنا انطيناك كلام أخوها يتكفل بالباقي. أو حكمة أنا هم خشمي تمرق بالتراب. هذه بيتكم فد وحدة صلفة، فرس مهرة، يرادلها الزلمة يشكمها. وما حد يشكمها غيري انا ابو مهيوب. نسوان وحدة عيطة سويت حطب، مو وحدة طفلة مثل ميعاد. ودهناكم. مع السلامة. شو بابا شو هذا يهدد؟ يا بدا خل ياخذها وينقلع عسى ما يدبها للكلاب. انا هم هيك بنية بعد قلبي ما يحترق علي. هذا مخلص الحكي. أنا دزيت عليكم حتى نشوف صورة حال المنذر. أنا ما أريد ابني يروح من دي على تهمة باطلة يلفقها إلى أخوه. وانت شمدريك بلال يريد يلفق؟ ابنك دا يتهم أخوه. شلون جبت صاحبك وياك للبيت؟ طلع للولد اللي جبته وياك. وشلون مالون دا يجر رجل المنذر على قضية ملاقي لها حل هسه. شنو شلون مالون؟ الخاطر الله فهميني.
دز على بلال واساله. هو هذا الخايفين منه. اي لو ما عندنا واحد بهالبيت ضابط مكافحه كان صار بينا. انتم تدرون اني هالايام خالدي على قلبي ليكون صدق بلال يسويها ويطشني للعلوه لو دز لي معاون ويا شرطه وسياره وسين وجيم وتحقيق قدام الناس. بصراحه هالايام دا يتجاوز حدود اكثر من اللازم. دا يستغل مسؤوليته حتى بالاول صدق يوم هو جاب طالع عصابه شيء من هالقبيل. عصابتيش يا ستار؟ هاي العايزه منذر عضب عصابه. احلف يمين يا مشتاق ها كله بلال دا يسويها. على كيفك يا ابو مو هالثخن. ضابط مكافحه وعنده قضيه وحصل اشتباك شخص، طبيعي يسال يستفسر. ابنك دا يتهم اخوه وانا شلون ما اشوف دا يروح منذر بالرجلين من ورا الظل مالته. ابو اليوم الحكي بيناتنا ترى هالايام منذر ما يعرف ايش يسوي ما يسوي. هالايام بدها تجي سيارات صالون بها شكولات ما انزل الله بها من سلطان. اساله اقول له ذولا منين؟ يقول اصدقائي بس هم مجرمين حي على الصلاه. اقول لك؟ نعم. شاهد؟ نعم. قوم روح لعلوتك قوم. بعد عليش خابرت عليه وخابص الدنيا. انا بدي اخلص من اخوك النوبه انت قوم. هسه عليش هالعصبيه؟ مو اقول لك الحكي بيناتنا. هو يجوز مصالح وده يقول معاميل ورؤساء فروع بالمحافظات ما اعرف ايش. اي بالنسبه للمحلات خالد مفيد بس بيناتهم ماحي عربيد اللي يشوفه ينهزم 20 متر لي قدام. خابرت على بلال راح يبلغوه حتى يجي. الو الو هاي امه نائل شلونك بيبي؟ انت وينك؟ ضل بالي عليك. شلونك انت؟ انت ما عليك بي يا بيبي. قل لي انت وين؟ نائل انت بمحنه؟ بيبي جاوبيني، اكو احد جا وسال عني؟ لا تتحرك من مكانك، اذا احتاجيت شي خابرني. هوايه ناس نائل انا ضل بالي عليك. يمه يمه هذولي منو؟ هذولي منو اللي يأذوك حتى اخبر عليهم؟ يمه حبسيك يهددوك؟ يمه نائل جاوبني. يمه نائل انا مو وياك. العجوز سيف انا خفت لا تعرف احنا وين وبعدين تبلغ. إذا راح تبقى تخابرها دائما راح تعرف. واحنا قاعد نحاول ننسى وضعها. سيف الله يخليك لا تسوي لها شيء. اسمع انت لازم تنسى انه انت عندك بيبية وام. ليش وقت؟ ما ادري بتفهم؟ زين بس الله يخليك ما اريد احد يأذيها. بيبيتي مريضة. بس قاعد تأذينا. وإذا حسيت بيك مرت الأخرى يحلها أو مخابرها ترى أنهيها أخليها تلحق فيها. لا زين أسعفوها خطية. سيف أنا أحب بيبيتي الله يخليك عفو. زين عوف الآن. ها من عز ده وصافنه.
بذاتك. كل غيمة وراها صحوة، وكل بردة وراها دفنة، وهاي مزنة وماشية. سيف، سيف أنا كلش خايفة. الما يخاف مو بطل. أنا من خايف، بس المخاطر تعوض الواحد بالجسارة، لأن الخضوع نهاية، بس الجسارة يمكن تجديد الخوف وتخلق نجاة وأمل. لأن الخوف ما يجيب الأمل ولا يضمنها للنجاة. سيف، إلى متى لعبة القط والفار هاي ويا الشرطة؟ إلى حين، وقت صغير وكل من يشوف حاله. نجلة، أنا إذا لاحظ أنت هاليومين مو على هواها. بالعكس سيف، بالعكس، أنا عرفت الدنيا كلها على ودك، ومستعدة أضحي للنهاية، بس أريد أمان. لا تحرجيني بكلامك. نجلة، شغلتنا هذه ما بيها أمان. بعدين إحنا مو دائما راح نبقى نطارد الناس والناس من ناحيتنا. على هلاكنا مو؟ غيرتيني تدرين؟ خلص، أنا راح أفك حبستك هذه. شلون؟ راح أوفر لك فرصة تجرين بيها نفس. أنا تعبتك وياي نجلاوي. سيف، سيف أنا أحبك ومستعدة أضحي أكثر وأبقى للنهاية، بس بس بلا طلعي ويا الشرطة. خلينا نبتعد عن هذا المكان، نستقر في بيت شرعي. نجلة، اللي يريد شيء يعوف شيء، وأنا وعدتك بكل شيء، بس أحلامك عندي تعتمد على شغلي. نجلة، نجلة، لا تصير لي عقبة بخوفك وترددك، لا تهدمي حالي. خلص سيف، خلص، ما أهدم حالي. زين، سد المنقولات. سيارات نجدة وسوبرات بها أشخاص أظنهم مكافحة داخل مدى المنطقة من الجسر، وواحدة منطقة تفتيش وواحدة لأخ استاذي طبت على القرية معمل جوس. شلون؟ هاي المرسيدس تبقى هنا؟ اسمع ابني، هاي لازم نخلص من عندها. تقدر توديها القلعة غازي أبو الدهين؟ مسدود. زين، إذا طلعت هاي السيارة مو جوز تلزم. اسمع سعد، اسمع، قفل البوب الخارجية كلها، افتهمي، وندار علي من السياج. أنا جوا لحبقة. يلا ابني إذا جوا ما يسمعون صوتنا. هاي عود، إذا إحنا ما سمعنا صوت سيارتهم. يلا ابني من العجل. صار أنا خد جوا. شفت بلال؟ قلت لك ما عوف البيتي. قلت لي لا يمكن ضوجي. هسا طلع لي ضوج هو أنت. بثينة، بثينة هذا يعرف شخص هو رهن الشبهات. يمكن إذا عثرنا عليه يعترف. إيه بس ما تضربه لأخوك وتهينة. كنت تقول أخاف أروح البيت أهلي ومنذر ضوج. طلعت أنت اللي الضوج. بلال، حرام عليك تشرد لأخوك. وين شردة؟ وين شردة بثينة؟ وين شردة؟ إذا هو دي يرجع تاني الليل. أنا إيدي على دربه بثينة، أنا قلق. على شنو قلق؟ ترجع يسل البيت. أنا شوي عندي شغل بالدائرة. أمر على بيت أهلي وأجيب مميض. يلا. احكي لي ربا بالتفصيل، شنو الداعي؟ مدرش عليه. مش مدريني، البيت غادي نار كبرة. وماما زعلانة هواية عليه. يعني أبوك شو؟ بابا قبل شوية إجا هو وأخوي شاهر، وخابروه البلال وما لقوا، وخابروه منذر يم خاله هم ما لقوا. ما أدري، الجو كلش متوتر. زين منذر شلون حصله؟ ما أعتقد يجي هالليلة. ليش؟ ميعاد، أنت قضيت شوية منذر، ما أعتقد تجي بالهين. أكيد سامع شي. ما أدريني، إذا ما إجوا أهلي خلال هالأسبوعين فأنت الصرفي. وإذا كان منذر حاكي لك فهذا كلام،
لأن منذر هسه وضع بين أهلي صعب وراح يصير أصعب. إيش صاير يعني؟ هواية أمور، بعدين نحكي. مع السلامة. خير الصاير تخوفني من منذر. منو؟ ربا تقول لك اشياء تقنعني. انتم مالكم امل بعضكم. ميعاد ما تشوفي نفسك تسرعتي بحق جليل؟ جليل يستحق اكثر. بس اكو اشياء بيت منذر وخاليه. شلك ربي شلك ربي انتي فاي انتي فاي شلك ربي شلك ربي انتي فاي انتي فاي تشهد الطريقة على الطريقين وانت الطريقة على الطريقين لا تحجي ويا طريق حاجي لا تحجي ويا دائما مرفوع لفوق. وانا ايش رايد يا حكيم؟ يعني رايد وحده مخنطله وحنش على صدرها، بعدين ميعاد الرشاقه والنعومه. بعدين احنا بيت الولد اللي خاطبها خابرناهم وقلنا لهم لا يجون. شنو معناها؟ غير البنيه الك. باكر تحضر نفسك. عندك طلعة للبنك، وإذا عندك طلعة مشتريات أجلها، لأن المبلغ ضخم وأنا ما أقدر وحدي. وأنا دويش عايفك يوم من الأيام المحنة في البنك. صحيح. أقول ولو بوقتها. نكمل. فد يوم من الأيام أظن أنت حكيت فد حكاية وأنا ما أيدتك بيها نهائيا. وهي سالي. سعاد. تدري أنا بنص عركتي ويا ميعاد عيني كانت تربي على سعاد. سعاد عقل وهدوم ورزانة. بس ميعاد طفلة وريانة وأنا رايد اللي يرعاني. نقول ما يخالف ولو تنازل مني، بس نشتغل على خط. دلل. ونقول لا بأس لا بأس، بس مو يجب. لا بأس دلل. تكمل. ونخلي عنا على ديك. سعاد؟ طبعا سعاد. زين من افرض سعاد قبلت وميعاد حست على غلطته وتراجعت وقالت ماكو مانع. قسمتها احنا اختاريناها وردنا لها الخير، لا اختارتنا ولا رادتنا. علينا عتب؟ لا يا بلا انت ولا قصرت.
هذا الشخص الأول تقدر يعني تحكي لي عن أوصافه، طوله، عرضه، لون بشرته، لونه، لهجته؟ بلي بلي، هو شخص مربوع، شارب أسود ثخين، نظارة سوداء، ولابس بنطلون كابوي وقميص مقلم، ما هو أبيض. والثاني؟ الثاني عمره حوالي 28 سنة، وصراحة ما قدرت أركز عليه زين لأن كان خالي المسدس على رأسي. قلت أكو وياهم ثالث؟ بلي بلي أكو ثالث، بس مدى أتذكر ملامحه بوضوح. يعني شاب صغير مثلا؟ يمكن، هم ثلاثة شبان، أكبرهم اللي قاعد بصفي واللي مبين عليه رئيسهم، يطلع عمره حوالي 38 سنة أقل، صوته ثخين وما يتحرك هواية. يعني شنو ما يتحرك هواية؟ يعني واثق من نفسه، مو خايف ولا قلق من الطريق. نوبات كنت أحس قبل لا ينزلوني من السيارة يمكن بدفرة واحدة من عنده أنشمر أنا والباب فد 10 متر خارج السيارة. طيب أثناء وجودكم بالطريق ما حكوا شيء؟ لا لا ما حكوا ولا كلمة؟ لا لا أبد ولا كلمة. هسه إذا أراويك مجموعة من الأشخاص تقدر تتعرف على واحد من دول الثلاثة؟ بلي بلي أقدر، بالتأكيد أقدر. نعم نعم سيدي. سيدي دزلنا الأخ من مكافحة مدينة الشعب. نعم سيدي، هسه هو يمي. بلي سيدي. العفو سيدي، الأوصاف اللي ذكرها تقريبا هي نفس أوصاف الأشخاص اللي اختطفوا طاهر أبو سيارة المرسيدس. نعم بلي سيدي، احنا راح نعمم بلاغنا على دوريات الداخل والأطراف، وراح ناخذ الأخ من ندز المكان آخر يتعرف على بعض الصور وبعض الأشخاص. نعم سيدي، أمرك سيدي، مع السلامة. راح نتعبك شوية ويانا أبو داليا. أبو داليا. نعم. تعبكم راحة إذا أسترجع من وراء سيارتي. بدي أقبل منه. إيش حصل من الأهل؟ ما تفهمني؟ أنا والدي فد مرة من المرات شدني على جذع نخلة بنص البستان اللي كان ناطر بيه، لأن بقت سلة برتقال وديتها للسوق، وظلت الشمس تضرب على راسي دق وتغيب الشمس، ويجي يوم ثاني وداعيك على الجذع، لا أكل لا مي لا احد يوصلني. ما اقول لك شلون ساعة الحر العرق يتصبب من جسمي، من قوقة راسي لاصابع رجلي مثل المزاريد، ولا النمل وشلون يصعد على رجلي يمشي على صدري وعلى ايدي يقرص بجلدي يحفر بوجهي، ولا اقاوم أكبت وأسكت. وقتها وقع والدي بالكلى، تفرجت عليه وهو شلون يتقلب مزوهر على الفراش يريد عونه يصيح ويستريح، وعيونه تباوع علي ولك امشي خذني للطبيب لو شوف لي سياره تاخذني، والي بارد ولا عبالك ولا حرك الساكن. وقتها تبرى من عندي وهو على فراش الموت، قال لامي هذا لس لي ايدك منه ما يصير للسند وما ينفع الناس،
انت ظالم سيف تدري. كل واحد ايش مكتوب ليصير. ولا احد يعقلها. انت هذا الضابط اخوك هو اللي طاردك. امشي امشي شوف رقم البرازيل الجديد بدله مائل شده زين شراكه في الكشنات مزحها. تفضل. من زمانك. ليش؟ بالمذلة؟ وياي. وياك ويا الظروف ويا الناس. خلاص. احنا بعد هالعملية وراح نقلب صفحة. سيف. انت كتابك كبير وصفحاتك ما تنتهي. الله الله. هسه هالمغثة ما لها داعي على ويش؟ واحنا طالعين بدنا نغير جو بهالليل. انتم يا ارجوك. ما يصير. ارجوك سيف. انا تعبانه. واريد اختلي بنفسي. سيف تدري. تدري انا من اشوفكم وش احس بنفسي؟ نجله. هذا ما كان حكينا في يوم من الايام. بس سيف. انت جنت تقول. الوقت يعلم. شلون تنسين؟ شو انسى سيف؟ راحت بالي قبل والبهذله هسه. متبهذله وياي؟ لا عاد شنو يا سيف؟ سيف حرام عليك. حرام عليك هذا تسوي بي. الله يخليك. الله يخليك خليني اروح. وين؟ الشخص انت افتي بنفسك؟ راح يقول عني هسه هو يعرف المخفي والظاهر بيا وجه راح تقابليه بنتك ايش راح تقولي لها المذله هناك اشد هسه انت شلون ما كان قويه اقوى على قلبيه انت اضعف من فتيله اللوكس واحد يلزمها تتفتفت. سيف انا بنتي جايه خطابه. ادخل لنا مبروك على السيارة الجديدة. مبروك. هذا عجيل ما قبل يستلم السيارة. ردته يلا. شوف كيف هذا أكبر جبان يقدر يمانع؟ المهم راح نحجز لكم ميز معزول لما تروحون وترجعون لنا. وين نروح وين نرجع؟ تاخذ نائل ويسوي لكم فرع على النوادي وعلى الملاهي. اكو درابين ظلمة
دم النوادي والملاهي بيها بلاوي زين؟ تلقطولكم في السيارة بيها خير، وإذا لقيته إدخال جمركي أما يخالف. يعني تاخذ نايل وتفرجي على الناس شعدها ما أدها، تطبق على السيارة المقصودة حتى تصير له ستر، وانت نائل تفتح السيارة وانت بالبرازيل زين، لأنه أكو حراس ورجال أمن هناك. أني لا تصير مثل ببيتك، فهمت؟ يلا يلا منذر، يلا يلا هاك. شلون بلوة؟ بلوة ايش؟ باكر عملية ربع مليون، تدري قد حصتك بيها؟ يلا